هذه الليلة عظيمة جدا، والزوار الحمد لله يتوافدون لتعزية سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس في هذه الليلة. محاضرة تضمنت مناقب الإمام أمير المؤمنين الاستثنائية، ابتدأت المجلس وزوجه ابنته من دعاء الندبة، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، وأحله من مسجده ما أحل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته. في هذا الإطار حول مناقب أمير المؤمنين الخاصة.